في بلد تتحكم تشريعات الديانة الإسلامية في الكثير من تفاصيل حياته، لم يعد من المستغرب اليوم أن تشاهد المرأة في الأردن خلف مقود السيارة. تجاوزت النساء هنا الكثير من العادات والتقاليد في سوق العمل، وأصبحن يمارسن مهنا اعتبرت تاريخيا مهنا ذكورية. فنسرين البنا التي تعمل كمدربة قيادة السيارات قررت أن تصبح أول مدربة لقيادة الشاحنات أيضا. بس بدي أطلع هذا بالأول. إلي تقريبا 5 سنوات بدرب، دربت الخصوصي والعمومي. زمان ما كانت الفكرة دارجة إنه الست تأخذ فئة 5 أو فئة 6. بلشت البنات تتوجه لفكرة إنه أتدرب على شاحنة، أتدرب على تريلا. بعدين أنا شفت بلش المدربات يفكروا في هذا الموضوع. كنا نواجه صعوبة إنه ما في مدرب يدربنا، إلا بدك تضطر تطلع مع مدرب. فحبيت إني أكون المدرب الأولى اللي تدرب على باص وعلى شاحنة. هلا احنا كسيدات مسموح لنا ندرب الستات كذكور المحارم بس، اللي هو مثل زوجي، ابني، اخوي، بموافقه من الترخيص. لكن حاليا الاغلب احنا مندرب البنات. تسمح قوانين اداره الترخيص للمدربات بتدريب الذكور والاناث في قاعات المدرسه فقط، بينما يمنع على المدربات ذلك اثناء التدريب العملي في المركبات. اهلا وسهلا دينا. هلا حبيبتي راح نبلش هلا الحصه الاولى. هلا عندك تحت دعستين، دعسه بنزين ودعسه بريك. هاي التريلا جيرها تحضير. ايش يعني تحضير؟ هي بتختار الغيار اللي بيناسب لها. اوتوماتيك يعني بشكل اوتوماتيك. عندك بنزين وبريك. مين بيعرف شو هي يعني شوافص المرور؟ شوافص المرور شو بتكون؟ مين بشوفها في الشارع؟ هي بتكون عباره على لوحات معدنيه. لا، هي لوحات معدنيه بيعملوها خصوصي معدن عشان ما تتأثر بالشمس، ما تتأثر بالشتاء. هاي الفرصة اعطتني انه انا اصير مدربة، لانه اغلب الستات حاليا ما عندها مرافق. اذا بدها تطلع مع مدرب اجباري يكون معها مرافق. فلما بتطلع مع بنت منه انا بكون مرتاحة بسيارتي، معاي بنت بدربها، ومنها هي كمان بتكون ماخذة راحتها وممكن تسألني اي سؤال تنحرج تسأله لمدرب. ليست النساء في العاصمة الأردنية وحدها من هممن الاقتحام المهن التي يعتبرها المجتمع ذكورية. فمريم من مدينة الزرقاء كانت أول سيدة تمارس مهنة السباكة في مدينتها، متحدية جميع الظروف. تعرفت على مهنة السباكة عن طريق منظمة أعطت منحة للستات الزرقاء بشكل عام انهم ياخذوا مهن غير تقليديه، وتدربت في مركز التدريب المهني مع هاي المنظمه، اخذت شهاده محدد مهاره. فيما بعد اشتغلت في شركه مقاولات في مهنه السباكه كمساعده مواسرجي في مشروع اسمه اداره المياه المنزليه. اشتغلت كمساعده مواسرجي واشتغلت منسقه في اني ادخل المواسرجيه والمهندسين للبيوت اللي بحاجه تصليح. وفعليا كان في تحديات كتير. اول شيء نظرة الناس للست اللي بتنتهي المهنة غير تقليدية، وخصوصا مثل مهنتي انها مهنة ذكورية بحت. بهذا الوقت انا تحديت كل النظرات المجتمعية والأسرية، حتى المشاكل اللي واجهتها من الأسرة والناس المقربين إلي، إنه أنا أكثر الناس اللي كانت تواجهني مشكلة معاهم هم أولادي، إنهم ما كانوا يحبوا يحكوا للناس ولأصحابهم إنه أمهم تشتغل مواسرجية. فعلياً ضليتني مستمرة لحد ما أثبتت لهم إنه أنا بقدر أشتغل مواسرجية، وإنه هاي المهنة مش عيب. يعني أنا بهذا الموضوع ألغيت ثقافة العيب اللي إحنا كنا كلياتنا محطوطين أو مأسورين فيها. بعد هيك لما فتحت المحل سميته قمة التحدي عشان أثبت للناس كلها إنه هاي المهنة فيها تحدي. المحل كان بالنسبة لي هو الحلم، ولما أنا فتحته كتير كان بالنسبة لي إنجاز عظيم. كان الشخص الوحيد اللي داعمني بهذا الوقت هو زوجي، وقال لي استمري واثبتي للناس كلها
انه ممكن الست بتقدر تتحمل اي مهنه هي حاببتها. عملت حمله كانت لمده تقريبا شهر او اكثر، عملتها على التلفزيون الاردني، كانت حمله انا بقدر مع صندوق المراه. كنت تحديت فيها ثقافه العيب واصبحت اول سمكريه، كنت في ايامها اول سمكريه في الزرقاء. بلشت من 2014 فعليا، احنا اليوم بال 2019. انا بعتبر حالي اني اثبتت اشياء كثير. انا اول إشي فخوره في حالي، فخوره في كل ست اشتغلت بنفس الشغله او اشتغلت اي مهنه غير تقليديه، انا فخوره فيها. وبحكي كمان انه بشجع كل ست عندها اشي داخلها وحابة تطلعه، بحكي لها انه تحدي اطلعي اللي جواتك ولا تخافي. اذا بدها تكسر حاجز الخوف والرهبة وتنطلق لأي شيء هي بتحبه، واحنا الستات فعلا بنقدر. ليست نساء العاصمة الأردنية او مدينة الزرقاء فقط من تحدين ثقافة العيب في العمل، في مدينة إربد شمالي البلاد تمارس صفاء سكرية مهنة السباكة، وأصبحت صاحبة أول شركة مسجلة في الشرق الأوسط متخصصة في السباكة تملكها وتديرها سيدة. هلا طبعا كل إنسان بيشتغل شغل أو بيعمل شيء أو بيحاول يصنع شيء في له هدف قدامه، فأنا هدفي إنها توصل الفكرة اللي نحن شغالين عليها، اللي هي إنه الأعمال الغير تقليدية غير مختصة بس للرجال عملوها، هي أعمال غير تقليدية. فما بظن إنه هذا الشيء مختص بحدا معين، يعني دائما نحن بنحكي إنه هي الشغلة بس للرجال، هي الشغلة بس للست. نحن كمان عنا القدرة إنه نشتغل بهذا الشيء، وهذا المنهج ما له صعب. دائما أنا تعودت أخذ دورة، والدورة اللي أخذها أعطيها لأني أنا بدي عيل أسرتي، منه بتعلم ومنه التعليم اللي عم بتعلمه عم بعلمه للناس. ففكرت إنه ليش كمان السباكة ما يعني أخذها بنفس المبدأ، إنه مثل ما أنا تعلمت إني أعلم غيري. بس هلأ توسعنا شوي، حابين نتوسع أكثر، صار في كادر، يعني دربت وبعدني عم بتدرب. وهلأ تقريبا إحنا اللي أخذين ماهر تقريبا 5 من الكادر نفسه، كادر الشركة. فمن هون انطلقنا. كل ما شديتي يعني عندك التنتين، ها شوفي هون وهون، حطي هيك ايوه وبتمسكي هيك عشان بعطيكي الدافع. بس مزبوط صح؟ من تحت اما ماسكها من تحت اصبعتك منطقة إربد مختلفة عن القرى. القرى الموجودة اللي فيها لسه متماسكين بهي العادات والتقاليد، إنه ما بصير الست تطلع وشو تطلع وشو تشتغل وشو. فهلأ مثل تحروا من هالشي هذا، إنه طلعوا وعم يشتغلوا بتوظفوا، بتصير معلمية مدرسة، بتصير موظفة بمكان معين. لكن هي هذا العمل لسه ما اشتغلت فيه، بس هلأ هي معي. طبعاً هون في عادات تستخدميها، تعرفي كل القطعة لشو، فالموضوع بصير سهل عليها أكثر. هلا أنا عادة بستخدم لأنه العدد الكهربائية فمثل ما أنا رميت ورا ظهري هي الثقافة وهذا الشيء، فهي لازم تكون قادرة إنها كمان تشد حالها وتشتغل على هذا الشيء، لأنه إذا هي ما حاربته بمنطقتها ما رح يزبط. يعني نحن ماشي عملنا مركز، حاولنا نعمل شيء، حاولنا نثبت حالنا، عملنا تراخيص، مهدنا طريق، يعني يمكن كانت صعبة كتير، بخلال سنة مهدنا طريق صارت سهلة. هلأ إنه حدا بس جزء بسيط يعطينا من فكره هو كمان بدعم لوجستي ومادي، انه نوصل لهي المناطق لحتى انه نمحي هي الثقافه. رئيس وحده تمكين المراه في بلديه اربد الكبرى اريج احمد سليم قرر تعريف بعض النساء من المجتمع المحلي بمهنه السباكه لدى شركه صفاء سكريه للسباكه والتدريب، علهن يرغبن بتعلمها كمهنة أو لمجرد تسهيل حياتهم المنزلية. نعتبرها مهنة ونصرف أولادنا، يعني على ما أذكر كنت أعطي أنا دورة، أعطي دورة إكسسوارات بمراكز وجمعيات ومع منظمات،
مثلا فيها تشهر اخذ 200 دينار، طب انا هدول 200 دينار ممكن اخذهم ب 20 يوم او ب 10 ايام. اتصلت معها، اجت معها اتصال هاتفي وحكت لي انها بتتقبل انها تدرب السيدات عندها بمهنة السباكة، وكثير هي مبسوطة وسعيدة بهاي المهنة بالرغم من انه هي مش دارسة هذا الموضوع بداية كانت، بس لما انخرطت فيه حسيت انه كثير مهم، وانه السيدة لحتى تتمكن في حياتها مش لازم تقطر عملها انه هي مدرسة او هي ربة منزل، ممكن السيدة انها تشترك باي مهنة لحتى هي تقدر انها تساعد اسرتها وتساعد اطفالها وتساعد نفسها بدايه. اول شيء هاي المهنه لازم كل ست تتعلمها ببيتها حتى تستفيد منها، لانه احيانا الست ما بتلاقي حدا على السريع يحل لها مشكله، ما يكون عندها مسرجي، لما تكون المي مفيضه مثلا تصير المي الحنفيه تتعطل معي ما يكون حد يساعدني، فلما انا اتعلم هاي المهنه انا على طول بسكر بعرف شو اشتغل فيها. جيت لنا أنا سمعت عن مهنة السباكة، إن هي بعرفها إنها هي مختصة بس في الرجال، بس تفاجأت إنه الست صفاء على معرفة تامة، وإحنا طبعاً في البيت كتير بنحتاج إنه لهي الأشياء إنه نقوم فيها بأشياء هي بسيطة بتكون، وإحنا ما بنعرف كيف نقوم بهذه الأشياء، فحبيت إني أتعلم المهنة وأشوف شو اللي بقدر إني أعمله أنا وأستفيد أنا وأفيد غيري إذا بقدر. مما لا شك فيه أن المرأة تستطيع ممارسة أي مهنة بذات كفاءة الرجل، والبراهين كثيرة ومتنوعة، إلا أن الطريق ما زالت طويلة على ما يبدو للقضاء تماماً على ثقافة وصم أي مهنة بأنها ذكورية أو نسائية.